أجدد لكم التحية بانطلاقة شوط الختام، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق هذا الشوط الخاص هنا أيضا باللقايا لبكار المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل مع ختام أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة التي تابعناها معكم سويا. هنا نتابع ونسير مع شوط الختام ومن هو صاحبي الحظ في ختام أمسيتي هذه الليلة وستل الستار على سن اللقاية في هذا المهرجان. نتابع المقدمة ونسير مع الصدارة، هو المركز الأول هنا تأتينا بهذا الانطلاق والتحدي. هنا مدلل محمد بن حمد بن فطيس المهري من تنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر مبكرا على صدارة هذا الشوط. هنا في هذه المسيرة لهذا الشوط وتحدياته وأحداثه بينما المركز الثاني والمنطلقة على ثاني المراكز بهذا الانطلاق وهذا الأداء الجميل، تأتينا هنا شهلولة بهذا الانطلاق أو القادمة هنا نعم بهذا الأداء الجميل. شواهين لحمد بن سيف العبد الشامسي منطلقة على المركز الثاني والمركز الثالث، المركز الثالث هناك المنطلقة ود لمحمد بن سهيل بن خيرات العامري، وعلى المركز الرابع تأتينا بهذه الانطلاقة هنا رهف سلطان بن محمد بن سلطان بن مرخاني، والوصول هنا أيضا بهذا الانطلاق من سلام حمد بن عبيد بن مبارك الكتبي من يقدمها بانطلاقتها على خامس المراكز. المركز السادس هو القادمة هنا همس فالح بن ياسر بن فالح الشامسي من تأتينا سادسا، وعلى المركز السابع، المركز السابع هو الانطلاق والتحدي هنا بهذه الانطلاقات من الضبيب حمد بن محمد بن عصيان المنصوري، والوصول أيضا هنا بهذا الانطلاق من نو خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامسي تأتينا ثامنا وتاسع المراكز. الانطلاق من حلوة سالم بن مسلم بن غنزول العامري، وعلى المركز العاشر شعارك يا راشد يا بن طالب يا بن شريم من تنطلق بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا، ولكن التسلل بهذه الانطلاق وصلت حدث محمد بن سلطان بن محمد العرياني أيضا تسللت بانطلاقتها وتحدياتها الجميلة هنا، أو الظبي الظبي راشد بن طالب بن متعب بن شريم نعم كما ذكرت من تسللت بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء على عاشر المراكز. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى صدارة هذا الشوط هنا مع انطلاقة وتحديات هذا الشعار هنا بانطلاقة هنا ترى بهذا الأداء. هنا سلام لحمد بن عبيد بن مبارك نكتبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما تأتي نو خميس بن عبد الرحمن بن زعل الشامسي على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث شعار بن نخيرات يأتينا مع هنا هذا الانطلاق والأداء ود محمد بن سهيل بن نخيرات العامري من يقدمها بانطلاقتها وتحدياتها. من الجانب الآخر تأتينا ضيف لمحمد محمد بن خليفة بن ضبيب الشومسي، وهناك الوصول من الظبي 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 القادمة حمد بن محمد بن عصيان المنصوري، أيضا تتسلل الوصول من معراض السهيل بن سعيد بن حربي بن طشة العامري، وشعاري بن شريم مع الظبي راشد بن طالب بن شريم المري، وهنا هنا القادمة القادمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. الله الله هنا قادمة انطلاقتها وتحدياتها، شعور أيضا
تنقى نازل القادم بهذا الاداء الجميل، الوصول من نجوى محمد بن عبد الله بن غليطه الاغفلي، الله الله. وهنا اسم اخر تاتينا ريوف حسين بن علي بن محمد بالقرشي القادمه والمتسلله، هناك كذلك اسم اخر تاتينا نوادر عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيره العامري، والوصول هنا القادمه مشكوره راشد بن محمد بن ثانيه هنا ايضا المزروعي القادمه بهذه الانطلاقات والتحديات، هناك راهيه عبيد بن سالم بن علي بن هلال المنصوري، الله بعد الكيلو متر الاخير والقادمه، هنا ايضا بيان عبد الله بن دخيل الله بن سلامه القادي قادمه بالانطلاق والتحدي، شعوري بن قرون مع دمع محمد بن بطحان بن قران المنصوري، ما شاء الله 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 الله، التحديات الاخيره دمعه من الجانب الاخر محمد بن بطحان بن قران المنصوري، من غيرت بهذا الانطلاق والاداء، ولكن هنا تسلل مشكوره القادمه ايضا بتحدياتها راشد بن محمد بن ثاني المزروعي، من تأتينا على الصدارة على المقدمة والمركز الأول، ولكن القايدي هنا مع أيضا بيان عبد الله بن دخيل الله بن سلامة القايدي هنا الفايدي الجهري بهذا الانطلاق، الله الله. والتحديات الأخيرة هناك مع دمعة محمد بن بطحان بن قران المنصوري، وهنا القادمة بيان عبد الله بن دخيل الله بن سلام الفايدي الجهري بهذا الانطلاق والتحديات الأخيرة، وبن ثاني القادم مع مشكورة هنا بهذا الانطلاق، هنا راشد بن محمد بن ثاني المزروعي، يا الله اللحظات الأخيرة لمن الفوز لمن الناموس، ولكن هنا بيان من انتزعت الفوز والناموس، تهانينا على هذا الأداء المميز الجميل عبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي الجهني المركز الثاني، مشكورة من حلت بهذا الانطلاق لراشد بن محمد بن ثاني بن قطام المزروعي، دمعة لمحمد بن مطحان بن قران المنصوري. المركز الرابع وصلت هنا الشامقة في المركز، هنا القادمة أيضا لمحمد بن حارب بن سالم الدرعي، وعلى المركز الخامس وصلت مشاهدينا الكرام الوصول هناك من انطلاقة وتحديات راهية عبيد بن سالم بن علي بن هلال المنصوري، هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول هنا أيضا هذا الانطلاق والتحدي هنا والأداء الجميل، من وصلت بالانطلاق بيان هنا بتوقيت زمني 7 دقائق 26 ثانية 6 من الأجزاء من الثانية، تهانينا وناموس لعبد الله بن دخيل الله بن سلامة الفايدي الجهني على هذا الفوز الجميل، مشكورة من حلت على المركز الثاني هنا أيضا ب7 دقائق 26 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا لراشد بن محمد بن ثاني المزروعي. أما المركز الثالث فكانت دمعة من وصلت ثالثا بانطلاق وتحديات هذا الشوط مع محمد بن بطحان بن قران المنصوري ب7 دقائق 26 ثانية 8 من الأجزاء من الثانية، تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين.